صنع في المغرب علامة تتعزز بقرار ملكي رائد نحو تأمين السيادة الصحية. المغرب سيشرع في تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى. هو مشروع ضخم تبلغ تكلفته 500 مليون دولار بقدرة أولية على إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط. حفل إطلاق هذا المشروع ترأسه أمس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي في فاس. ياسر كوينتي. المغرب يخوض سباق تصنيع وتعبئة لقاح كورونا بالتعاون مع الصين، فقد ترأس جلالة الملك حفل إطلاق هذا المشروع المهيكل الذي يندرج في إطار إرادة جلالة الملك تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات بالمغرب، كما يهدف المشروع إلى إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيد القاري والعالمي في مجال صناعة التعبئة والتغليف. بفضل رؤية جلالتكم من أجل تمكين المملكة من اللقاح كانت بمثابة استجابة سريعة مكنت من مواجهة خطورة الفيروس الجديد المتحور وتداعية جائحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى السياسة الوطنية الدوائية الجديدة التي تتماشى مع رؤية جلالتكم، ستمكن في صلب النموذج التنموي الجديد من ضمان لكل المواطنين المغاربة الولوج بشكل متاح للخدمات الطبية، وذلك بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بفضل رؤية جلالتكم المتبصرة والاستباقية مكنت المملكة من مواجهة تداعية كوفيد-19، والتي مكنت أيضا من بلورة سياق بشروط نموذجية بغية تمكين القارة من إنتاج اللقاحات بشكل مستقل على المستوى القاري. ويروم المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بشكل شهري قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط، وسيعبئ المشروع استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار. وبإطلاق هذه الشراكة المتميزة التي تأتي امتدادا للمباحثات الهاتفية يوم 31 غشت 2020 بين جلالة الملك ورئيس جمهورية الصين الشعبية، يكون المغرب قد قطع شوطا إضافيا لبلورة الرؤية الملكية الرامية إلى ضمان تدبير فعال واستباقي لأزمة الجائحة وتداعياتها. هذا المشروع بالنسبة لنا يأتي في سياق استراتيجية الشراكة المبرمة اليوم، والذي يهدف بالأساس إلى إمكانية إنتاج لقاحات لمواجهة تداعية الفيروس ليس فقط على المستوى القريب، بل بهدف إنتاج لقاحات على المدى البعيد لمواجهة الفيروس. جلالة الملك، إننا نفكر بشكل عميق من أجل دعم حكوماتنا سواء في المغرب أو في الصين من أجل تصنيع لقاحات سينوفارم ضد الفيروس، وذلك بشكل سريع. ومن خلال تعزيز السيادة الصحية للمملكة، فإن المشروع المقدم أمام جلالة الملك يكرس الإشعاع الدولي للمغرب ويعزز مكانته كمصدر للأمن الصحي في محيطه الإقليمي والقاري وفي مواجهة المخاطر الصحية والاعتماد على الخارج والتقلبات السياسية.